السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحة وانا وسعادة كده. فيديو النهاردة يا جماعة قوي جدا، وهو عبارة بفضل الله عن سورة تقرأها وسترى عجائب الله تعالى في هلاك من ظلمك، وفي قضاء جميع حاجاتك، وفي تحقيق اهدافك، وكل ده يا جماعه في لمح البصر بفضل الله. على فكره يا جماعه، الفايده اللي هنتكلم فيها النهارده قويه جدا، والسوره اللي هنستخدمها طبعا هي سوره الضحى، اللي هي سوره والضحى والليل اذا سجى الى نهايه السوره. السوره دي يا جماعه لها العديد من الاسرار القويه جدا، واللي بناخذ منها العظه وبناخذ منها العبره لكل شخص عنده ياس في حياته، او عنده ان هو شايف حياته صعبه، شايف ان هو مش هيقدر يوصل لاهدافه. السوره دي بقى يا جماعه احنا بناخد منها العظه وبناخد منها العبره، والفايده اللي هنتكلم فيها النهارده تنفع لكل شخص عنده حاجه نفسه يحققها والدنيا صعبه معاه ومش قادر يحققها، وتنفع كل شخص في حد ظلمه، بس بشرط ان الشخص ده يكون ظلمك. فلو انت عايز ربنا ياخد لك حقك منه، اعمل الفايده دي ايضا بنيه ان انت تنتقم ممن ظلمك. وايضا الفايده دي تنفع لكل شخص له هدف او امنيه بيفعلها بنيه ان ربنا يحقق له اهدافه او يحقق له الهدف بتاعه والامنيه بتاعته، سواء بقى كان الهدف ده الزواج او الحصول على وظيفه او غيره. ما هي كل الطلبات دي يا جماعه بتدخل في اطار قضاء الحاجات وتحقيق الاهداف. وباذن الله يا جماعه الفايده اللي هنتكلم فيها النهارده لا يشترط فيها وقت معين ولا يوم معين، وطبعا احنا هنتكلم على تفاصيل الفايده. بس قبل ما هبدا في الفايده، يا ريت لو انت جديد معايا في القناه تشترك في القناه، ولو انت معانا قديم في القناه تضغط على زر اللايك وتدعوا لنا كده بالتوفيق. وعشان ما اطولش عليكم هنبدا على طول يا جماعه في ذكر الفائده. اولا يا جماعه زي ما قلت لكم، لا يشترط في هذه الفائده ولا يوم معين ولا وقت معين، ولكن الشرط الاساسي في هذه الفائده ان انت تكون على طهاره. يعني لازم الشخص اللي يفعل الفائده دي يبقى طاهر الثياب وطاهر البدن. ما ينفعش واحده عندها عذر شرعي تعمل الفائده دي. انا طاهر الثياب والبدن، هعمل ايه؟ هتبداوا يا جماعه الفائده دي اولا بتعمل في 3 ايام. هتبداوا من اول يوم وهتقراوا سوره الضحى، هتقراوا سوره الضحى 11 مره بالعدد بعد كل صلاه. انا عارف ان هي صعبة شوية، بس على فكرة يا جماعة دي بتستخدم لتحقيق اهداف وتحقيق امنيات قد تكون مستحيلة. انا ده على ما قرأت، هي بتستخدم في حاجات قوية جدا. فهي تقرأ بعد كل صلاة 11 مرة بالعدد. يعني انا خلصت مثلا صلاة الفجر، بعد ما خلص اذكاري واورده كل حاجة، اقعد كده متوجه للقبلة طبعا للتبرك، واقرأ سورة والضحى 11 مرة زي ما قلت لكم يا جماعة بالعدد. هكذا في باقي الصلوات. وفي نفس اليوم الاول يا جماعه هاجي قبل النوم، في نفس اليوم الاول اللي هو اليوم الاول اهو، هاجي قبل النوم انا قرات خلاص سوره والضحى 11 مره بعد كل صلاه. هاجي قبل النوم يا جماعه في اليوم الاول وهصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقه اللي انا قولها لك دي 41 مره بالعدد. طب ايه يا عبد الله الصيغه اللي هصلي بيها على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الصيغه يا جماعه هي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تاني، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذه هي يا جماعه الصيغه اللي هتصلي بيها على الرسول صلى الله عليه وسلم 41 مره. بعد ما هتصلي ده قبل النوم، طبعا احنا قلنا سوره الضحى بعد كل صلاه، بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم مباشره هتقول الدعاء اللي انا قوله لك ده 9 مرات بالعدد، لازم العدد 9 مرات بالعدد. طب ايه يا عبد الله الدعاء اللي انا اقوله 9 مرات بالعدد؟ اللي هو بعد ما خلص الصلاه على النبي ده قبل النوم في اليوم الاول، يا مفتح فتح، يا مسبب سبب، يا ميسر يسر، يا متمم تمم، برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم بحق اسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت، ان تنولني مرادي، ان تنولني مرادي. وهو وتذكر المراد بتاعك او الهدف بتاعك. يعني مثلا لو انت عاملها للزواج، ان تنولني مرادي، وهو الزواج من شخص، وتذكر صفات يعني الشخص اللي انت عايز تتزوجيه. لو انت عايز تبقى معاك فلوس، ان تنولني مرادي، وهو الحصول على مال وكذا وكذا وكذا. تذكر الحاجه او الشيء اللي انت عايزه. تنتقم ممن ظلمك، ان تنتقم من ان تقضي لحاجتي وهي الانتقام ممن ظلمني وكذا وكذا وكذا، وتدعو الله بما تشاء. ده يا جماعه 7 مرات. وهكذا تكرر في اليوم الثاني، وهكذا تكرر في اليوم الثالث. يعني انت اليوم الاول قرات سوره والضحى بعد كل صلاه 11 مره، بعدها قبل النوم صليت على النبي بالصيغه اللي قلتها لك 41 مره، وبعدها قلت الدعاء ده 7 مرات، ده قبل النوم. كذلك بتعمل كده في اليوم الثاني، وبعد كده برضه في اليوم الثالث. بفضل الله يا جماعه مش هينتهوا الثلاث ايام الا وباذن الله الحاجه اللي انت دعيت بها ربنا بفضل الله سيحققها لك، وسيسر الله لك الصعاب، وسيسهل الله لك الطريق لكي تصل لحاجتك التي ذكرتها في الفائدة. وعلى فكرة يا جماعة أنا قلت لكم كتير، دعاء هو وسيلة مناجاة الله. يعني أنا لو أنا عايز أتصل بالله أو أنا عايز أدعو الله هو الدعاء. وأنا قلت لكم أولا وآخرا كل شيء بأمر الله، نحن نلجأ إلى الله، والذي يعطي والذي يمنع هو الله. ولازم نكون على يقين تامين أن الله في يده كل شيء. وعلى فكرة يا جماعة الدعاء أيضا من أعظم العبادات. أنت ما تلجأ لله وما تلجأش للسحر والشعوذة استغفر الله العظيم، وتلجأ لله وحده، ده أفضل حاجة أنت ممكن تعملها، لأن أنت
بتلجأ للحي الذي لا يموت، بتلجأ للي في ايده كل شيء، هو اللي خلقنا. تمام يا جماعه؟ فباذن الله يا جماعه هتجربوا الفايده دي، وان شاء الله كل من له حاجه ستقضى بفضل الله، وربنا يا رب يوفقكم ويوصلكم لكل احلامكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.